السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الفتاح قبلي، تكنيسيان اون مانتونونس اي سي بور انفورماتيك ان ريزو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اول فيديو في الموديول ديال الكونفيغوراسيون دان روتور. بالنسبه للناس ديال ليستيا بداو دو موديول برينسيبال اللي هما لادمينستراسيون دو ريزو اي لا كونفيغوراسيون دان روتور. اليوم ان شاء الله كما قلت نشوفوا اول فيديو في هذا الموديول. في هذا الفيديو غنشوفوا هذا البلان ديالنا هي انتروديكسيون او روتور، بريزونطاسيون دان روتور سيسكو. غنشوفو فيها لي كومبوزون انترن و لي كومبوزون اكسترن. بالنسبة لي برونشمون ولا لي انترفاس، غنشوفو لي انترفاس لان و لي انترفاس وان، و غنشوفو لاكسي بور لا كونفيغوراسيون. تخوازيامون سيستيم ديكسبلوطاسيون سيسكو ايوز، برانسيب اي سبيسيفيكاسيون. بالنسبة لهاد سيستيم ديكسبلوطاسيون غنشوفو شنو هو هاد سيستيم ديكسبلوطاسيون ايوز. غنشوفو لي مود دو كوموند، غنشوفو لي كوموند ديديسيون افونسي، غنشوفو ليستوريك دي كوموند، غنشوفو لو فيشي دو كونفيغوراسيون. فوالا هذا هو البلان ديالنا ديال هاد لا فيديو. غنبداو ان شاء الله على بركة الله. اول ما كنسمعو الموديل دو كونفيغوراسيون دان روتور كنطرحو واحد السؤال، اشنو هو الروتور؟ سي كوا ان روتور؟ الروتور هو واحد ليكيبمون غازو كينتمي لاكوش غازو. لو رول ديالو هو لانتركونيكسيون انتر دو غازو ديفيرون. لو رول ديال الروتور هو لانتركونيكسيون انتر دو غازو ديفيرون. قرانا في البروميير اني شي حاجه سميتها لادريساج. كنا كنقبطو واحد سو ريزو، واحد سو ريزو، وكنشوفو شحال فيهم سو ريزو، وكنديرو له لادريساج على واحد لادريس ادريس اي بي، وكندوزو داك لي زادريس وكندوزو لو بينغ. فوالا، وكيدوز لو بينغ سا مارش. هاد العام غنشوفو كل حاجه سميتها ريزو، كل حاجه سميتها ريزو، ما يبقاش واحد السميه شي حاجه سميتها سو ريزو. يولي عندك ريزو دو كازا، ريزو دو فاس، ريزو دو طونجي، ريزو دو مراكش اكسيتيرا. فإلا درنا واحد لادريساج لواحد الريزو د كازا فهو واحد ريزو لوكال، ريزو لان لوكال اريا نيتورك. درنا له لادريساج ديالو وعطينا دي زادريس اي بي لداك لي ماشين اللي كاينين تما، وعطينا لي زادريس اي بي للريزو د فاس الى اخره، فداك الريزو د كازا يمكن يتكومونيكا غير مع راسو، وعاود الريزو د فاس يتكومونيكا غير مع راسو. مي الا بغينا نكومونيكيو للريزو ديال فاس مع الريزو د كازا، هنا تنحتاجو ان روتور. يعني هنا فين غيبان الدور ديالو، انه تيخدم في لاكوش ريزو، والدور ديالو هو لانتركونيكسيون اونتر دو ريزو ديفيرون. هذا هو الدور ديال الروتور. هذه واحد البتي انتروديكسيون على الروتور، وان شاء الله غنشوفو غنزيدو نديطاييو في الروتور في هذا الموديل ان شاء الله. فنتبعو البلان ديالنا، قلنا انتروديكسيون روتور، بريزونطاسيون دان روتور سيسكو. عندي دي فوتو على واحد روتور سيسكو. فوالا، سي تان روتور سيسكو، هذا الوجه ديالو، وهذا الظهر ديال الروتور، وهذا هو اللي تيهم هو الظهر، لان حنا غنتعاملو ماشي بهاد الفص هادي، ولكن غنتعاملو بهاد الفص للور. فوالا البلان ديالنا كيقول لي كومبوزون انترن. غنشوفو لي كومبوزون انترن ديال الروتور. قبل ما نهضرو على لي كومبوزون انترن، كما شفنا كما عندنا في لادمينستراسيون غازو كنخدمو بدي لوجيسيال فيرتويل لي هما فيرتويل بوكس والفيموير، كنعزلو واحد فيهم ونخدمو. حتى في هاد الموديول، لان باش نقبط ان غوتور سيسكو، نجيب غوتور سيسكو ونقلب لي كومبوزون ديالو، نجيب لي كومبوزون انترن اكستيرن، ندير فيه شي كونفيغوراسيون، يعني ندير فيه لو تيست، راه روتور سيسكو راه ماشي رخيص، راه غالي. هنا نظن صوبنا واحد دو لوجيسيال كيتسمو دي سيمولاتور، يعني محاكي. يعني داكشي اللي غيكون عندك اون رياليتي غتجيب روتور، هو كيحاكي لك داكشي اللي اون رياليتي وكيديرو لك داك اللوجيسيال كانك خدام اون رياليتي. كاين دو لوجيسيال، ان شاء الله غنخدمو بلوجيسيال واحد اللي كتخدم به ليستيا، اللي هو الباكيت تراسر. ها هو
باكيت تراسر فوالا. وكاين اللي محسن من الباكيت تراسر احسن منه بزاف اللي سميتو جي ان اس 3. الجي ان اس 3 احسن من الباكيت تراسر وفيه بزاف لي زوبسيون زايدين على الباكيت تراسر. هذا هو اللوجيسي ديالنا اللي غنخدمو به في هذا الموديل كامل، كاع لي تي بي، كاع اي حاجه تتعلق بهذا الموديل غنخدموها في هذا اللوجيسيال ديالنا. دابا غندوزو نكملو البلان ديالنا اللي هما لي كومبوزون انترن دان روتور. نشوفو لي كومبوزون انترن. فوالا هذا ان روتور، هذا بحال الروتور اللي شفنا قبيله هاد الصوره هادي. حليناه وغنشوفو لي كومبوزون ديالو كما كتشوفو بحالو بحال البيسي. كاين لا ميموار غوم فوالا، كاين لا ميموار فلاش، كاين لا ميموار غام، كاين سي بي اي يعني البروسيسور سنترال بروسيس يونيت، كاين لاليمونطاسيون يعني فين غدوز لاليكتريسيتي باش تشعل الروتور، كاين لو فونتيلاتور، كاين لي سلوت ويك، وكاين لي سلوت ان ان. اشنو هما هاد لي سلوت ويك؟ شنو هما هاد لي سلوت ان ان؟ لي سلوت ويك هما دي سلوت اللي كيكونوا فيهم دي انترفاس ديجا مصوبين، تلقى فيهم دي فاس انترنت، تلقى فيهم دي انترفاس سيريال اكسيتيرا. اما لي سلوت ان ام فهما كتكون فيد، كيكونوا دي سلوت فيد. كنزولوا واحد البويبه تما كنزولوها، نشوفوا هذا الفاست الوراء اللي كتكون في اللور غنشوفوها ان شاء الله، وكنزولوها وكنركبوا اون انترفاس اللي حنا باغيين نزيد. كما كتشوفوا هادو هما لي كومبوزون انترن ديال روتور سيسكو. كاين واحد الكومبوزون اللي مهم بزاف ان روتور اللي ما تلقاوش في ان بيسي. كما كتلاحظوا ان هاد لي كومبوزون، بعض لي كومبوزون اللي كاينين في الروتور كاينين في البيسي. لا روم كاينه في البيسي، ميموار فلاش كاينه، كاينه لا رام، كاين البروسيسور. هادو دي كومبوزون اللي كاينين في الروتور كاينين في البيسي. مي البيسي فيه واحد ميموار دو ستوكاج اللي كيتسمى لو ديسك دور في البيسي. بالنسبه للروتور ما كاينش ان ديسك دور، كاين واحد كومبوزون اللي كيتسمى الان في رام نون فولاتيل رام. هاد كومبوزون هو الميموار دو ستوكاج اللي كيكون في الروتور. الدور ديالو هو انه يسوف غاردي او اونريجستري لو فيشي دو كونفيغوراسيون. فيشي دو كونفيغوراسيون ملي كتكون نتايا كتكونفيغوري الروتور ديالك، داك الفيشي دو كونفيغوراسيون كتخبيه او كتونجستريه او كتسوف غارديه في الانفيرا. غنشوفو الدور ديال كل كومبوزون، الدور ديال الرام، الدور الفلاش، الدور ديال لاغوم اكسيتيرا. هاد لي ميموار غنشوفو الدور ديالهم في الروتور اش كيديرو. فوالا عندنا الرام، عندنا الانفيرا، عندنا الفلاش، عندنا لاغوم. غنبداو بلا رام. لا رام كنلقاو فيها لو فيشي دو كونفيغوراسيون كورون. اشنو معنات لو فيشي دو كونفيغوراسيون كورون؟ هو لو فيشي اللي انت عاد كتصوب، واحد الفيشي دو كونفيغوراسيون عاد كتقادو، مازال اون اكزيكوسيون يعني مازال انت خدام فيه. يعني اون فوا انت في البيسي باغ اكزومبل خدام، فتحتي ان فيشي وورد، فتحتي ان فيشي باوربوينت، فتحتي اي حاجة، فانت راك خدام في الارام. اون فوا كتكون خدام بحال دابا خدام في البيسي ديالك وفتحتي ان فيشي وورد، مازال كطابي لو تكست ديالك، مازال كدير لا سيزي، راك خدام في الارام. اون فوا كتونجستري راك خرجتي من لارام ووليتي في الديسك دور بالنسبه للبيسي. كذلك في الروتور ملي كتكون خدام كتصوب ان فيشي دو كونفيغوراسيون راك خدام في لارام، ما حدك مازال ما اونجستريتيش وانت مازال في لارام. اون فوا كدير لا سوفغار فراك كتسوفغاردي في الان فيرام. هنا لا ديفيرون ما بين الروتور و لو بيسي في السوفغار. الروتور كنسوفغارديو في الان فيرام و البيسي كنسوفغارديو في لو ديسك دور. نبقاو او نيفو ديال لو روتور. قلنا له لا رام فيها لو فيشي دو كونفيغوراسيون كور، عرفنا شنو هو الفيشي دو كونفيغوراسيون كور. عندك لا طابل دو روتاج. اشنو هي لا طابل دو روتاج؟ لا طابل دو روتاج كيكونوا فيها تو لي زادريس اي بي، تو لي زادريس ريزو اللي كيعرف داك لو روتور. اون فوا واحد الروتور عندنا في واحد لاركتيكتور او واحد الشيما كونيكتي، فاي ادريس عنده كيعرفها، ادريس اي بي ريزو كيعرفها، فهي كتكون عنده في لا طابل دو روتاج.
اون فوا بغى يمشي لواحد لادريس ريزو او بحال دابا هو كونيكتي داك الروتور كونيكتي مع واحد الريزو لوكال دكازا بغى يمشي يتكومونيكا مع الريزو دفاس فهداك لادريس اي بي لادريس اي بي ولا لادريس ريزو ديال الريزو لوكال دو فاس خصها تكون في لا طابل دو روتاج ديال الروتور ديال لي ملي ديريكتومون مع الريزو ديال كازا سو يكون كيعرف لي زادريس ريزو لي زادريس ريزو ديالو كامل اللي كيعرفهم يكونوا عنده في لا طابل دو روتاج كاين لا ميموار طومبو كاين لا بيل كاين يوز يوز كتسمى انترنت نيتورك اوبيريتن سيستم اشني هاد ايوز كنعرفوا ان البيسي كيحتاج ان سيستم ديكسبلواتاسيون اون فوا انت كديماري الا ما كانش عندك ان سيستم ديكسبلواتاسيون في الديسك دور ديالك راه كيعطيك واحد الميساج كلنا كنعرفوه ان سيستم نوت فاوند يعني ما كاينش عندك واحد سيستم باش ديمار كذلك لو روتور كيكون فيه ان سيستم ديكسبلواتاسيون باش يديمار اون فوا كيشعل في لو لا سيكونج دامورساج كيشوف واش كاين ان سيستم ديكسبلواتاسيون باش يديماري بي. الانفرام الانفرام كيكون فيها فيشي دو سوف دو كونفيغوراسيون دو سوفغارد يعني هذاك اللي كان عندنا كورون في لارام كيكون فيها لو فيشي دو كونفيغوراسيون دو سوفغارد يعني اونريجستري في لارام وعندنا لو ريجستر دو كونفيغوراسيون هذا لو ريجستر دو كونفيغوراسيون هو كيتسمى نيميرو دو ريجستر هذا لو نيميرو دو ريجستر شنو هو لو رول ديالو اون فوا كدير واحد لو نيميرو دو ريجستر كتحدد لوردغ لوردغ للروتور باش يديماري واش يمشي يشوف سيستم ديكبوتاسيون واش يمشي يبدا يقلب على فيشي دو كونفيغوراسيون سوفغارد انت كتحدد له بواحد لو نومبر واحد لو نيميرو دو ريجستر كتحدد له هو كيفاش غادي يديماري كاين لا ميموار فلاش هي اللي كيكون فيها هاد سيستم ديكبوتاسيون ايوز كيكون فيه ايماج ايوز كيكون فيه سيستم ديكسبلواتاسيون فيها كتكون وعندنا لا ميموار روم بالطبع هي اللي كديرنا البوت ستراب على بحال البيسي كما كنعرفوا قرينا في البريمير اني الدور ديال لا روم اش كيدير هو كيدير البوت ستراب يعني بوست باور اون سيلف تيست يعني كيدير لنا واحد تيست ماتيريال بالنسبه لي كومبوزون دو ديال الروتور هذا هو الدور ديال لي ميموار ديال الروتور غادي نشوفوا نكملوا البلان ديالنا شفنا لي كومبوزون انترن دابا غنشوفوا لي كومبوزون اكسترن Voilà, هادو هما لي كومبوزون اكسترن كما كتشوفوا دابا ولينا نشوفوا الفاست اللي في الوراء اللي من اللور كما شفنا لي سلوت ويك سلوت ان ام ما كانوش باينين في هاد الصوره هادي فوالا ما باينينش هنايا يعني راهم في الخلف انا دابا غنمشيو لديك التصويره اللي هي كتعطينا الخلف ديال الروتور ورا كاين لاليمونطاسيون يعني هنا فين غنركبوا البريز ديالنا ديال الضو هنا لانتيريبتور يعني بحال الطفايه اللي كتخليك واخا تكون راك مركب البريز يمكن لك تطفي الروتور او تشعلو واخا البريز بقى راكب وكان عندنا بور اوكسيليير علاش كيصلح هذا البور اوكسيليير هذا البور اوكسيليير الدور ديالو هو لا ليزون ما بين الروتور ودي مودين بحال مثلا عندك ان مودين بغيتي تليه بالروتور خصك تليه في البور اوكسيليير كاين البور كونسول الرول ديال البور كونسول هو اول اكسي اول مره كتشري ان روتور سيسكو جديد وكتبغي تاكسيدي ليه كتاكسيدي له من البور كونسول نشوفوا كيفاش نديروا لاكسي دو كونفيغوراسيون ان روتور ا بارتير دو بور كونسول وكاين هاد الانترفاس فاست انترنت هاد الانترفاس كنحتاجوها الا بغينا نليو روتور مع واحد الريزو لوكال باغ اكزومبل كيما قلنا ريزو د كازا عنده واحد الروتور ديالو هاد الروتور باش يتلي مع ريزو د كازا كنليوه بهاد الانترفاس فاست انترنت يعني كتليا مع ريزو لان كاين لي سلوت ويك كما كتشوفوا ها هي واحد الانترفاس هنايا سيريال كما كتلاحظوا ديال الباس انترنيت انتما كتلاحظوا واحد البور ار جي 45 وهنايا واحد البور اللي هو سيري كتلاحظوا سيري كلكم تلاحظوا هاد لي بور في البيسيات ديالكم كاين لي بيسي اللي فيهم هاد لي بور سيري وهادو لي سلوت ان ام هما كما قلنا كتزول انتما كتلاحظوا يمكن لك هنايا يبطرن اوفيس تزول هاد الطريف هذا زولوه وتركب الانترفاس ديالك اللي انت باغي تزيد
كتزيروها بباغليفي تنشوفوا الانترفاس كارت ديال انترفاس سيري فوالا ها هي فوالا كما كتشوفوا هذه هي لا كارت كتركبها وكتزيرها بهاد لي فيس ديالها هما بجوج وكتركب الانترفاس ديالك كتزيدها وهما عندك دوز انترفاس سيري كما كتلاحظوا هي فيها دوز انترفاس سيري فوالا دوما لي كومبوزون اكسترن ديال الروتور شفنا لي كومبوزون انترن شفنا قبل انتروديكسيون على الروتور الدور ديالو اش كيدير شفنا لي كومبوزون انترن شفنا لي كومبوزون اكسترن شفنا لو رول ديال لي ميموار ديال الروتور دابا غادي نشوفو لي برونشمون يعني لي انترفاس لان لي انترفاس وان ولاكسي بور لا كونفيغوراسيون لي انترفاس لان كيما شفنا في الصويره ديالنا في لا فوتو ديالنا ان لي انترفاس لان هما هادو هما لي انترفاس فاس ايترنيت هما اللي كيقبطوا كليوه مع واحد الريزو لوكال كما كنعرفوا لي انترفاس لان هو لا لوكال اريا نيتورك لوكال اريا نيتورك يعني غنستعمل هاد الانترفاس هاد فاست ايترنيت وكليها مع الريزو لوكال ديالي كيبقى لنا لي انترفاس 1 اللي هما هاد لي انترفاس سيري ويد اريا نيتورك هاد لي انترفاس 1 تنستعملوهم في الحاله الا كان عندنا باغ اكزومبل ان ريزو لوكال دو كازا يا نوتخ ريزو لوكال دو فاز لو ريزو دو كازا عنده واحد الروتور ديالو لي معاه ديريكتومون ولو ريزو دو فاس عنده واحد الروتور لي معاه ديريكتومون شاك ريزو عنده روتور ديالو فإلا بغينا نكومونيكو مع بعضياتهم ما بين لو ريزو دو فاس ولا ريزو دو كازا خصنا ليو ما بين لي روتور شاك روتور ديال كل ريزو خصنا ليو ما بيناتهم اليوم بين الروتور ديال فاس والروتور دو كازا اليوم هنا كنعرفوا ان كازا مدينه وفاس مدينه بعادين على بعضياتهم يعني غنحتاجوا لهنا لي بور سيري وغنحتاجوا لدي كابل سيري ماشي بحال فاس ايترنيت اللي كنبغيو ليو ما بين ريزو لوكال والروتور في الانترفاس فاس ايترنيت كنحتاجوا ان كابل بير تورسادي دغوا هنا ما غنحتاجوش بير تورسادي كنحتاجوا ان كابل سيري ما بين لي روتور دو ديفيرون في يعني مختلفة في المدن هذا فاس وهذه كازا غنحتاج هذا الروتور وبعيد على هذا الروتور يعني غنليهم بان كابل سيري في لي بور سيري فوالا هادو هما معنت لي زانترفاس لان و لي زانترفاس وان بالنسبة لاكسي بوغ كونفيغوراسيون لاكسي بوغ لا كونفيغوراسيون باش ناكسيدي لان روتور كما كنعرفوا ان الروتور ما عندوش ايكرون كما كتلاحظوا هو كومبوزون عادي ما عندوش ايكرون اللي نشوف فيها ما عنديش فين نشوف شنو فيه فكيفاش غناكسيديو ليه هذا هو السؤال الواجهي كيفاش غناكسيدي لهذا الروتور وندخل ليه ونحط وندير واحد الفيشي دو كونفيغوراسيون فاون رياليتي كناخذوا ان روتور هادشي غنخدموه في اللوجيسيال ديالنا باكيت تراسر شي لو رياليتي غادي نقولو غنديرو كوم تي بي دابا حاليا في هاد لا فيديو غنديرو كوم تي بي في الفيديو في الباكيت تراس لوجيسي ديالنا باكيت تراس غنقولو شفويا وغنطبقوه في السيمولاتور ديالنا كنقبطو ان روتور ديالنا سيسكو وكناخدو ان بي سي البي سي كنحتاجوه باش نشوفو داكشي لي في الروتور يعني البي سي عندو ايكرون كنقبطوا البي سي ديالنا والروتور ديالنا كنليو ما بيناتهم بان كابل دو كونيكسيون واحد الكابل كيتسمى كابل كونسول هذا الكابل كونسول من المميزات ديالو انه في لي دو كوتي ديالو مختلفين عنده واحد الكوتي من الكابل فيه بحال ار جي 45 فين كنليوه في البور كونسول كما قلنا كنليوه في الروتور في البور كونسول لان بغينا ناكسيديو للروتور اول مره كنأكسيديو لهم بور كونسول يعني الكوتي اللي فيه الار جي 45 كليوها في الروتور في البور كونسول كيبقى لنا الكوتي الاخر انه ما فيش ار جي 45 فيه واحد الكونيكتور بحال الفيجيا الا قلبتيو في اليوتيوب غتلقاو انه فيه واحد الكونيكتور بحال الفيجيا كيبقى لنا البي سي كيكون عنده واحد الكابل صغير عنده واحد الكوتي كونيكتور البور يو اس بي والكوتي الاخر تا هو كوم فيجيا مي ماشي فيجي اللي غنركب اللي غيركب فيها يعني كما نقولوا بحال الذكر والنتوى الا بغيت نوصل لكم الفكره
بهذه اللغه هذه. يعني هنا نحتاج الكابل كونسول غيكون هو الذكر، الكوتي الاخر اللي بقى في الكابل كونسول اللي باقي ما ركبناش اللي هو الذكر، ويبقى لنا الكابل الاخر، الكابل الاخر اللي ملي بالبور يو اس بي هو نتوا غنليو ما بيناتهم. فوالا انا حصلت على كابل كونسول وليت ما بين البي سي والروتر. كيبقى لي كيفاش غنأكسيدي ليه؟ دابا درت انا هادشي غي بحال درت هادشي فيزيكمون هي مانتونونس، حاولت لي ما بين البي سي والروتور ديالي. غنحاولو نديرو هادشي اون كونتيبي. فوالا نتوما كتشوفو هذا هو اللوجيسيال ديالنا. كيما كتلاحظو هنا لي روتور، هنا لي سويتش، فوالا لي تيب دو سويتش، هنا لي هاب، هنا لي وايرليس ديفايس، هنا شي حاجة سون فيل، هنا لي كونيكسيون، يعني هنايا لي كابل، لي تيب دو كابل، كاين الكونسول، كاين بيرتو سا دي دغوا، تخوا زيل، فيبر اوبتيك، لي كابل تيليفونيك، لي كابل كوياكسيال، لي كابل سيري كيما قلنا لا بغينا ليو ما بين دو غوتور بعدين على بعضياتهم. كاين دو تيب، كاين تي سي او تي دي او، دابا نشوفو الفرق ما بيناتهم. وكاين لو كابل اوكتال. وهنا بالنسبة لي بي سي، كاين بي سي بيرو، لابتوب، سيرفور، امبريمون، تليفون اي بي، ويب، فون عادي، تي في، وايرليس تابلت، اكسيتيرا. دابا انايا غندير هادشي اللي قلنا، نقبط ان تي بي، نقبط عفوا، نقبط ان روتور. باغ اكزومبل الناس ديال لي ستي كيخدمو بهاد روتور بي تي، وهاد ام بي تي كيكون خاوي، مفيش لي زانترفاس كاع، مفيه تا انترفاس، هذا كيكون ديجا دايرين فيه دي زانترفاس. كما تشوفو هانتوما، كنكليكي عليه، وكنطلع لهنايا وكنحطو. فوالا الا كليكيت عليه ودخلت له غنلقى فيه دو زانترفاس باس انترنيت، دو زانترفاس سيري، ودو زانترفاس فيبر اوبتيك. كتلاحظوا هذه هي الفاصل كما شفناها، اولا انتربتور بغيت نشعلو بغيت نطفيه. فوالا كما كتلاحظ بوا كونسول، انزومي باش تبان لكم القضيه مزيان. فوالا انتم الفاس انترنيت، فاس انترنيت، فوالا بوا كونسول بروكسيلير. شي كيما كاين اون رياليتي، كما شفنا اون رياليتي، شفنا في لي فوتو كاين في الباكي تراس، يعني هو ان سيمولاتور كيحاكيك كما انك خدام اون رياليتي بصح. فهاد الروتور هذا خصنا اكسيدي ليه، ما عندوش اي ميكرو اللي نشوف شنو فيه. فكناخد ان بي سي باغ اكزومبل، ناخد ان بي سي لابتوب، بي سي بورتابل. فوالا هادو ما بعادينش على بعضياتهم، راني حاطي شي 11، نقربو كاع باش تبان انه راه ماشي بعادين على بعضياتهم. قلنا انه خصنا ان كون كابل كونسول، كنجي لهنايا كنقلب على كابل كونسول. فوالا هو هذا، كنحط لا سوري، كطلع لك هنا كونسول، كنكليكي عليه وكنبدا. قلنا انه هنايا ما غنديروش في لاكارت ريزو، لان حنا قلنا الكونيكتور كيكون ملي بور يو اس بي، والكوتي الاخر بحال الفي جي. كنكليكي هكا وكندوز الكابل ديالي وكنليه في الروتور ديالي، لان اول مره غنأكسيدي ليه في البور كونسول. تبعوا معايا مزيان. فوالا ليت ما بيناتهم. اون رياليتي ارض الواقع، الا بغيت اكسيدي لهاد الروتور، فوالا انا دابا درت المينتونونس ديالي فيزيكمون راهم مكونيكتي، مي مازال ما دخلتش للروتور. الا بغيت ندخل للروتور كنحتاج الان لوجيسيال. هاد لي لوجيسيال كاين جوج، غنقول لكم كاين هو بزاف، غنقول لكم جوج. كاين واحد سميتو البوتي، هذا كيخليك تاكسيدي اي حاجه ا ديستانس، وكاين تيراتور. انا عندي تيراتور، فوالا هو، ندخلوا ليه نبين لكم الطريقه كيفاش كنأكسيدي. كتجي لهنايا سيريال، اون فون نعتبر انا البيسي ديالي دابا ملي مع لوتو، كنجي لهنا كنلي با كونسول، كنجي هنا سيريال وكنعزل الكوم، كوم 1 ولا كوم 2 حسب شنو طالع لي هنايا ملي مع الروت، كنعزلو كناخذ دابا كوم 3 وكندير اوكي. ملي كندير اوكي، اون فوا كندير اوكي كيتلونس هنايا، كيتكونيكتا البيسي ديالي مع الروت، كيتلونس هنايا. هو كتلاحظو هنايا ديسكونيكتد، يعني ما مكونيكتيش، كيتلونس لي الروتور وكنبدا لا كونفيكوراسيون ديالي من البيسي للروتور. هادشي اللي غنحاولو نديروه، انا بينت لكم دابا اون رياليتي، مي في الباكيت تاع ما كنشوفوش هاد التيراتور، ما كنشوفوش لوجيسيو بوت. كنحاول انا هذا هو البيسي انا ندخلو، اذا راني اون رياليتي، وكنجي للديسكتوب، وكنجي للتيرمينال، كنجي للتيرمينال كندير اوكي. هادشي راه كيتبدل وانا نبدلو، نخلينا باغ ديفو كندير اوكي. فوالا انا اكسيديت للروتور ديالي، دابا راني كونيكتي مع داك الروتور. هنا كيطلبني واش انه يدير لا كونفيكوراسيون اون ديالوغ، يعني نتحاور مع الروتور شنو هو يسولني وانا نجاوب. انا نقول له نو، غندير لا كونفيكوراسيون بيدي، كندير ان ولا نو وكندخل. فوالا انا دخلت للروتور، كندير لي كوموند ديالي عاد
اكسيتير. هذه بالنسبه اون رياليت. اما لو بغيتش ندير هاد لاكسي، بغيتش ندير هاد لاكسي هذا، ففي السيميلاتور، في السيميلاتور ديالي اون رياليت راه خصنا نديرو هاد الطريق، ولكن في السيميلاتور كيزول علينا هاد التعب كامل ندير بي سي واللي كاب كونسول، فيمكن لي نكليكي على الروتور وكنجي لهاد سي ال اي، هاد لونجلي سي ال اي كندخل له. فوالا داكشي اللي كنت دايرو انا من البي سي هو لقيتو باقي سي ال اي كوموند لاين انترفاس، وكندير لو كونفيغوراسيون ديالي. هاد الطريقة بالنسبة للسيميلاتور هي اللي غتخدمو بزاف، هو انك كتحطو الروتور وكتكليكيو عليه وكتجيو للسي ال اي وكديرو لا كونفيغوراسيون ديالكم. هنا يبين لكم اون رياليتي لاكسي للروتور ابارتيغ دان بي سي. اون رياليتي هكا كتاكسيدي للروتور، مايمكنش انايا اون رياليتي غنجيب بي سي ونكليكي عليه. واش غنجيب بي سي ونكليكي عليه؟ باش غنكليكي عليه راه ايكيبمون، انا ما خدامش باب ان سيميلاتور. اون رياليتي غنجيب الروتور ونحطو حداي، راه خصني نجيب بي سي ونليو باش اكسيدي ليه. يعني ما غنكليكيش على البي سي حداي، واش غنكليكي عليه بصبعي؟ لا امبوسيبل. فهادي اون رياليتي خصنا نديروها الطريقه، ولكن السيميلاتور كيسهل علينا. انا كنكليكيو على الروتور كنمشي للسي ال اي وكنبدا لا كونفيغوراسيون ديالي. فوالا هادشي اللي كاين بوغ لاكسي الكونفيغوراسيون. نكملو البلان ديالنا. عندنا سيستيم ديكسبلوطاسيون سيسكو ايوز، هضرنا على سيستيم ديكسبلوطاسيون ايوز انترنت وركين انترنت ورك عفوا انترنت ورك اوبيريتن سيستيم. البرانسيبال سبيسيفيكاسيون قلنا انه للصالح هاد السيستيم ديكسبلوطاسيون ضروري اي بي سي كيكون فيه سيستيم ديكسبلوطاسيون، اما الويد اما السات اما الاكس بي اما مهم سيستيم ديكسبلوطاسيون اما فيستا اما ليكا. كذلك الروتور خصو يكون فيه واحد سيستيم ديكسبلوطاسيون باش يدير لو سيكونس دامورساج ويديماري. فهذا هو البرانسيب سبيسيفيكاسيون ديال واحد سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كاين في الروتور. كيبقاو لنا لي مود دو كوموند. هاد لي مود دو كوموند فهما مهمين جدا. هادو هما لي مود دو كوموند. كما كتلاحظوا الا رجعت لهنايا للروتور ديالي، دخلنا له هكايا كنلقى روتر هاد العلامه اللي حدا. الا رجعت ليماج ديالي غنلقاه فوالا هي هذا كيتسمى مود يوتيليزاتور. سي تان مود يوتيليزاتور، هو كاين بليزيور مود، ولكن حنايا غنهضروا على لي مود برينسيبال هما هادو اللي قبلتنا في هاد الطابلو. كاين مود يوتيليزاتور هو كيكون بهاد الطريقة هادي، الروتر وحدة هاد العلامة. كاين هاد الروتر حتى هاد ياز كيتسمى مود بريفيليجي، سي لو مود بريفيليجي. وكاين هاد روتر كونفيغ دياز، هذا كيتسمى لو مود دو كونفيغوراسيون جلوبال. مود دو كونفيغوراسيون جلوبال، شو شحال دزنا مود؟ مود روتر، مود يوتيليزاتور، مود بريفيليجي، مود دو كونفيغوراسيون جلوبال. دابا غندوزو للمود لي موراه كيكون انترفاس كونفيك تيري اف دياز، هذا كيتسمى لو مود دانترفاس دو كونفيغوراسيون دانترفاس. يعني هنايا هاد المود هو اللي كنكونفيغورو فيه لي زانترفاس. دوزو للمود اللي تابعو كونفيك روتر كونفيك تيري لاين دياز، هذا مود دو كونفيغوراسيون دي لين. غنشوفو شنو هما لي لين ولاش شنو هما لي لين وشنو ولاش كيصلح. كاين عاوتاني المود اللي تابعو روتر كونفيغ تيري روتر، هذا لو مود دو كونفيغوراسيون دو روتاج. غنشوفو ان شاء الله الروتاج ولاش كيصلاح وشنو الدور ديالو. المهم حنا نبقاو حنا محصورين في لي مود ديالنا. كاين مود يوتيليزاتور، مود بريفيليجي، مود دو كونفيغوراسيون جلوبال، مود دو كونفيغوراسيون دي انترفاس، مود دو كونفيغوراسيون دي لين، مود دو كونفيغوراسيون دو روتاج. كيفاش ندوز؟ كيبقى السؤال اللي خصو يتطرح، كيفاش ندوز من هاد المود يوتيليزاتور المود بريفيليجي؟ كيفاش ندوز من مود بريفيليجي المود كونفيغوراسيون جلوبال؟ كيفاش ندوز من مود كونفيغوراسيون جلوبال اكسيتيرا المود دانترفاس اكسيتيرا اكسيتيرا. فهادي هي التصويره او لا فوتو اللي غتخلينا نفهمو كيفاش ندوز من المود لوتر مود. كنتي في مود يوتيليزاتور وبغيت ندوز للمود بريفيليجي، كندير لا كوموند انيبل طبقوها. فوالا ندير ان، كندير طابيلاسيون كتكمل لي هي لا كوموند. درتي انيبل دوز، درتي ان راك دوز،
المهم انك تكون عارف بلاكم اين نيب دابا حنا غير اين باش نعرفوا واش يمكن ندوز اين فوالا دزت المود بريفيليجي يعني ما بقاش داك السيمبول اللي كان قبل ولا السيمبول دياز يعني دزت المود بريفيليجي الى بغيت ندوز المود بريفيليجي المود دو كونفيغوراسيون جلوبال كندير لا كوموند كونفيغور تيرمينال كما كتشوفوا هنايا كونفيغور تيرمينال ندير هاد لا كوموند اما كندير كونفيغور تيرمينال ولا كندير كونف تي اما ندير كوموند كومبلي نكمل بالطابيلاسيون اما كندير غير كونف تي كافيه اونتري انا وليت في روتر كونفيغ يعني دخلت المود دو كونفيغوراسيون بغيت ندوز لاوتر مود اما ندوز المود دو كونفيغوراسيون دي لين اما المود دو كونفيغوراسيون دي انترفاس اما المود دو كونفيغوراسيون دو روتاج كاين دي كوموند غنشوفوهم من بعد باش ندوزو لهاد لي مود الاخرين اللي هما لي مود دو كونفيغوراسيون دي لين لي مود دو كونفيغوراسيون دي انترفاس و المود دو كونفيغوراسيون دي روتاج بارفوا بغيت نخرج داك المود بغيت نرجع مود كونفيغوراسيون جلوبال المود دو كونفيغور مود بريفيليجي كندير اما اكزايت اكزيت ولا اكزايت و كنخرج فوالا انا خرجت المود بريفيليجي او كندير رجع عاوتاني للمود كونفيغوراسيون كونفيغوراسيون جلوبال فوالا نرجعك له ولا اوت اكزايت كندير كونترول زد كنرجع للمود بريفيليجي كما كتلاحظ اما نرجع بإكزيت اما نرجع بكونترول زد الا بغيت نرجع بحال دابا هنايا الا درت اكزايت كنرجع للمود يوتيليزاتور كما كتشوف ندخل عاوتاني مود بريفيليجي اما ندير اكزايت اما ندير ديزيبل لا كوموند ديزيبل وتنرجع للمود يوتيليزاتور هادو هما لي مود دو كوموند كما شفنا كاين مود يوتيليزاتور كاين مود بريفيليجي كاين مود دو كونفيغوراسيون جلوبال كاين لي مود دانترفاس configuration d'interface, quel est le mode de configuration des lignes, quel est le mode de configuration du routage. Comme le plan d'Yana, le commande d'édition avancée qui m'a fait un homme, on m'a donné le fait un avancé les modes, nous avons le mode autre mode, il y a le mode utilisateur, le mode privilégié qui est la commande enable, on m'a fait un chauffeur. Bref, j'ai un mode privilégié, le mode utilisateur qui est le disable, il m'a excite. بغيت ندوز مود بريفيليجي المود كونفيغوراسيون جلوبال كندير كونفيغور تيرمينال ولا كونف تي بغيت ندوز لوتر مود غنشوفو ان شاء الله من بغيو نكونفيغوريو لي انترفاس ونكونفيغوريو لي لين ونكونفيغوريو لو روتاج غنشوفو لا كوموند باش ندوزو لهاد لي مود هاد ليستوريك دو كوموند هاد ليستوريك دو كوموند كندخلو للروتور ديالنا اي حاجه بغينا نشوفوها في الروتور هذه عقلوا عليها اي حاجه بغينا نشوفوها في الروتور كندخلوا للمود بريفيليجي انا دابا انا راه دابا اللي كتلاحظوا معايا راني يوتيليزاتور مود يوتيليزاتور يعني بغيت ندوز للمود بريفيليجي قلنا نديروا لا كوموند انيبل فوالا دخلت للمود بريفيليجي فيه دياز باش نعقلوا عليه كاين فيه دياز هذا المود هذه كتسمى مود يمكن نسموه مود بريفيليجي ou mode de visualisation visualisation yani chouf yani اي حاجه بغيت نشوفها في الريتور ديالي كنشوفها في هذا المود كما كنشوفوا حنايا هنايا في البلان ديالنا قلنا هيستوريك دو كوموند دابا حنا بزاف ديال الكوموند طابينا انيبل ديزيبل بزاف ديال لي كوموند بغيت نشوف هاد لي كوموند نشوف شنو درت يمكن تمحاولي يمكن نكونوا تمحاولوا نبقاو دابا حدايا بغيت نعرف شنو درت كندير لا كوموند شاو شاو يعني فيزيو يعني غنشوف هيستوريك هيستوريك تابيلاسيون شاو هيستوريك كنت اونتري فوالا ها لي كوموند لي درت انيبل ديزيبل شاو هيستوري عاد دابا درتها هي دخلت اكسيتيرا هادو دي كوموند اللي عاد دابا درتو هادي اللي كنقصدو هنايا بهيستوريك دي كوموند يعني بغيت نعرف الهيستوريك ديال لي كوموند اللي درت
انفو نكون غلط صدرت شي كوموند اللي ما خصنيش نديرها وبان لي خلل في الكونفيغوراسيون ديالي، فكنراجع باش نراجع كنرجع للمودفيليو كندير شو ايستوري وكنراجع داك لي كوموند اللي درت، وغيبان لي ربما درت شي كوموند اللي ما كانش خصني نديرها وغلطت فيه. كيبقى لنا لو فيشي دو كونفيغوراسيون. لو فيشي دو كونفيغوراسيون اون فوا انا يا سيدي درت واحد لا كونفيغوراسيون قديتها تاع الروتور ناضي صورتها، فكيبقى لي نرجع للمود بريفيليجي ونونجستريها كما قلنا في الان فيرا. هاد الفيشي دو كونفيغوراسيون هو اللي كيكون فيه جميع المعلومات اللي انا دخلت للروتور، ادريس اي بي، ادريس ريزو، روتاج، لو نوم دو روتور، لا ديسكريبسيون دي انترفاس، لا كونفيغوراسيون دي انترفاس، لا كونفيغوراسيون دي لين، اكسيتيرا. بزاف د الحوايج هاد الفيشي دو كونفيغوراسيون تنخبعو في الان فيرا. لا كوموند باش نخبيه في الان فيرا هي كوبي رانين كونفيغ، يعني غنخبع نكوبي داك الفيشي دو كونفيغوراسيون رانين كونفيغ، يعني اللي كاين في الارام، هاد رانين كونفيغ كتعني اللي كاين في الارام الان فيرا. الان فيرا هي ستارت اب كونفيغ، يعني غنكوبي الفيشي دو كونفيغوراسيون اللي كاين عندي في الان فيرا اكزيكوتيف الان فيرا باش نخبعو نكوبيه في الان فيرا. الفيشي دو كونفيغوراسيون اللي عندي في الارام، في الارام نخبعو في الان فيرا. هادي هي لا كوموند كوبي رانين كونفيغ ستارت اب كونفيغ، كندير اونتر. كيقول لي واش ديستيناسيون هي هاديك، نقول له وي، ندير اونتري فوالا بولدين كونفيغوريشن اوكي، يعني راه تونغيستخا افيك سوكسي. بغينا نشوفو، بغينا نهزو هاد الفيشي دو كونفيغوراسيون، كنرجعو لهنايا كونفيغ، كنجيو لهنايا سيتينغ وكنجيو لهنايا هو ان فيرا وكن سوفغاردي، كندير سيف فوالا، ملي كندير سيف كطلع هنايا كوبي رين كونفيغ اوتوماتيكمون هنايا ايكيفالون يوز كوموند. ولا بغيت نزل فيشي دو كونفيغوراسيون ندير اكسبورت وكنحطو بعد ما نحطو في البيرو، كندير سيف فوالا كونفيغوراسيون سيفد سكسيسفولي. فوالا غنمشي نشوف الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالي لي ماشي قديناه ولكن المهم غنشوف نعرفو انه كي داير. فوالا هاو فيشي دو كونفيغوراسيون، وهذا دولت لي انترفاس راهم مازال مقادين، شنو اي بي اي بي ادريس حتى حاجه مقاد حتى حاجه. المهم هذا هو الفيشي دو كونفيغوراسيون، هاهما لي لين ديالنا ان شاء الله غنشوفو لي لين من بعد. هذا هو الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالي. ولا بغيت نهزو من لوجيسيال ديالي باكي تراس، نرجعو للبلون ديالنا. فوالا كيما شفنا، شفنا لانتخودكسيون على الروتور، شفنا لي كومبوزون انتر كومبوزون اكستيرن، شفنا لي زانترفاس لان اي وان، لاكسي بور كونفيغوراسيون، سيستيم ديكسبلوطاسيون ايوز برانسيب ديالو، لي مود دو كوموند، شفنا لي كوموند ديديسيون افونسي باش ندوز من المود لوتر مود، ليستوريك دو كوموند، وشفنا لو فيشي دو كونفيغوراسيون. هذا هو لا فيديو ديالنا، نتمنى يكون لان الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.